هنينوى قد تختلف نظرتي إلها كمحافظة حررت حديثا، كمحافظة انهارت. ليش انهارت القوات الأمنية بيها؟ خلي يسأل كل واحد نفسه من أهالي نينوى لماذا؟ أولها الفساد، أولها الفساد وعدم احترام المواطن، وعدم احترام المواطن وتجسيد الطائفية بيها، وتجسيد الطائفية بيها. هاي ثلاث نقاط. إذا نرجع للمربع الأول لا بالله ما نقبل، راح نكون شديدين بهالجانب هذا، لأن الفساد خراب نينوى وخراب القوات المبنوة أدى إلى تسليم نينوى إلى عصابات إجرامية لا تمت بالإسلام والإنسانية بأي صلة. أباح العرض والشرف في محافظة نينوى. نرجع نمارس نفس الشيء أبد، لن ولم نسمح بالعودة إلى المربع الأول في نينوى. مشينا للأمام، نطمح أن نستمر بالصعود، لأن أهل نينوى ينتظرون الكثير منكم، لأنه عانوا الكثير، لازم نعينهم إحنا. ولذلك يجب أن نقف وقفة كبيرة جدا حتى نعالج الأمور. أولا نوازن توزيع القوة مالتنا، بعدين بصراحة يعني حتى ما نرجع ونسوي فد نوع اللي هو خارج المعادلة، إعادة النظر بتوازنات المناصب خصوصا الأفواج القتالية. النقطة الأخرى اللي بشخص عليكم كلكم كضباط نينوى، حتى أكون صريح معاكم، دائما تتشبثون بالمناصب، واحد يحفر تحت الثاني حتى يجي يقعدوا بمكانه. النقطة الأخرى اللي مشخص عليكم كلكم كضباط نينوى، حتى أكون صريح معاكم، دائما تتشبثون بالمناصب، واحد يحفر تحت الثاني حتى يجي يقعدوا بمكانه. حتى نقطع دابر هذه الأمور، احنا ما راح ناخذ بيها قطعية، كل واحد يميز عمله ويميز تاريخه ويميز ولاء المهمة مالته، النزاهة، الكفاءة المهنية، نكران الذات، هاي اللي تميزه. بس لا تصدقون شخص ما يستحق المنصب يجي يقعد بي، لا تصدقون في عهدي هاي قطعيا، بس لا تصدقون شخص ما يستحق المنصب يجي يقعد بي، لا تصدقون في عهدي هاي قطعيا. يعني من يفكر هكذا لا، بل المناصب الموجودة عيد النظر بها كلها. لن ولم أتأثر لأي ضغط مهما يكون نوعه. فترة إنقاذ نرتب الأمور بها، نصحح المسيرة، نسلم تنتهي المشكلة. أمانة نأديها ونسلمها. لا يأتي إلا الشخص المناسب في المكان المناسب، فاللي أرجو اتركوا هاي الحالة. هذا نهجنا في إدارة موارد وزارة الداخلية حتى نحقق الحق.